بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الكوجنيتيف سايكولوجي، يعني هنتكلم على الكوجنيتيف فانكشنز اللي في الايه اللي محتاجين نعرفها في السايكولوجي. هنتكلم الكوجنيتيف فانكشنز الف ب. الكوجنيتيف فانكشنز الالرتنس، ما ينفعش الواحد نعمل له اسسمنت للوظائف المعرفية بدون ما يبقى alert. الالرت اللي هو يقص بقى اللي هو الاوير اوف ذا سراوندينج، فول اويرنس اوف ايه ذا سراوندينجز. وفي حاجة اسمها جلاسكو كوما سكيل، ده مشهور جدا، هتستخدموه في الرعايات ان شاء الله لما تتخرجوا، نقيس وعي العيان لأي مدى فيه وعي فايق، لأي مدى هو alert. وطبعا الفاكتورز اللي بتحكم الالرتنس الفيزيكال والايموشنال والمنتال ستيت، كمان الانفايرمنت والاليمينيشن والنويز. حاجة مهمة، امتى الانسان بيفقد الالرتنس بتاعته؟ اما من خلال السليب، ودي حاجة فسيولوجيكال، او من خلال الكوما. طب ايه الفرق بين الغيبوبة والنوم؟ اولا النوم حاجة سيركاديان، يعني كل 24 ساعة، وبعدين هي مش فقدان للوعي، هي تغير في مستوى الوعي. يعني ايه؟ يعني مثلا الام لو ابنها وقوق بتروح صحية، اذا هي بقت عندها سيلكتيف يعني اويرنس بالانفايرومنت للحاجه اللي تهمها، اللي هي البيبي بتاعها، حافظه صوت وقت ابنها، لو وقت تصحى، انما لو كوماتوز مش هتصحى. ثانيا ايه السبب؟ زي ما قلنا ان هنا ده حاجه باثولوجيكال، الكوما نتيجه مرض، نتيجه برين اديما، نتيجه هيموريدج، انما السليب ده حاجه فيسيولوجيكال. كمان ايه السبب؟ الكوما حاجه بتبقى مثلا ميتابوليك فاسكولر، انما السليب ده حاجه هدفها الريستوريشن، ان الواحد يستعيد البرين، يستعيد ايه الفيتاليتي بتاعته، النيورو ترانسميترز وهكذا. طيب يبقى ايه الديفينيشن اوف سليب؟ سليب از ان اكتيف سيركاديان فيسيولوجيكال التريشن اوف alertness for physical and psychological restoration. كل كلمه ليها معنى. اكتيف يعني ايه؟ يعني احنا مش بننام عشان بطارياتنا بتفضل، لا، احنا بننام عشان البرين في سيركويتس مخصوصة مسؤولة عن انها تبدأ عملية السليب وتنهي عملية السليب. بل واكتر من كده، السيركويتس دي بتعمل اوركستريشن. يعني ايه اوركستريشن؟ تنظم مراحل السليب. ايه ده السليب مراحل؟ مراحل السليب فيه نوعين، حاجة اسمها النون رابيد اي موفمنت. يعني ايه نون رابيد اي موفمنت؟ يعني عينينا ما بتتحركش فيه. وفي نوع تاني او جزء تاني من السليب اسمه الرابيد اي موفمنت. يعني ايه رابيد اي موفمنت؟ يعني عيننا بتتحرك بشكل رابيد واحنا نايمين. المرحلة اللي هي نون رابيد دي اللي بيحصل فيها فيزيكال ريستوريشن، جسمنا بيستعيد رونقه. انما الرابيد اي موفمنت بقى اللي العين بتتحرك فيه، لما تلاقي واحد نايم وعينه عماله تتحرك شمال ويمين بسرعة كده، تعرف انه بيحلم في اللحظة دي، ان المبرين في مرحلة دريمينج. وقالك في حاجة اسمها السليب سايكل. السليب سايكل هي عبارة كده عن ايه؟ نون رابد فرابد فنون رابد اي موفمنت. يعني الجسم بيستعيد رونقه، بعدين يحصل دريمينج، يحصل سايكولوجيكال ريستوريشن اثناء الدريمينج. ويعني ايه سايكولوجيكال ريستوريشن؟ انت متضايق تحلم ان انت انتقمت من اللي مضايقك، فتصحى من النوم مرتاح. بس الدريمينج ما بيجيش خبط لازق اول ما ننام، لازم يحصل نون رابيد ستيج، مرحله كده العين هاديه، وبعدين يحصل الرابيد اي موفمنت، وبعدين يحصل نون رابيد اي موفمنت تاني. دي بنسميها سليب سايكل. سليب سايكل بتتكرر 4 مرات في الليله، من 3 لـ4 مرات، بتبقى مدتها ساعتين، واحنا بننام من 6 لـ8 ساعات. فاحنا في نومنا من 3 لـ4 سليب سايكلز بيعدوا علينا. سليب سايكل الاولانيه بيبقى الفيزيكال ريستوريشن هو الاول اللي بيحصل، وبعدين ساعه الفجر السليب سايكل المتاخره بقى في النوم دي اللي مساحه الرابيد اي موفمنت بتزيد فيها قوي، فاحنا بنحلم ساعه الفجر ايه اكتر. في جدول كده بيقارن وظيفه النون ريم فيز والريم فيز، وايه ازاي بيحصل. احنا بننام، حاجة مهمة جدا وبتيجي في الاسئلة كتير، ايه اللي بيبتدي السليب؟ السوبراكايزماتيك نيوكليس. ايه السوبراكايزماتيك نيوكليس دي؟
دي نيوكليس موجودة في الهايبوثالاموس. ايه الهايبوثالاموس؟ الهايبوثالاموس ده جزء موجود تحت الثالاموس. احنا البرين بتاعنا كورتكس وساب كورتكس اللي هو البيزال جانجليا والثالاموس، وبعدين البرين ستام، وبعدين الجهاز العصبي بقيته السباينال كورد. يبقى في سباينال كورد برين ستام، فوق البرين ستام في حاجه اسمها الداينكيفالون. الداينكيفالون ده عباره عن الثالاموس وشويه حاجات حواليه، اللي هي بقى ايه الابيثالاموس والميتاثالاموس والهايبوثالاموس والسبثالاموس، ده اسمه الداينكيفالون الثالاموس وتابعه. الهايبوثالاموس دي جزء مهم جدا من الداينكيفالون اللي هو الدور الرابع. احنا عندنا البرين ستام ثلاث ادوار، مضله بونز وميد برين، فوقهم بقى الثالاموس وتوابع الثالاموس. الهايبوثالاموس، الهايبوثالاموس ده اخطر حته في الفسيولوجي، لان هو يسموه ايه البيس ميكر بتاع الفسيولوجيكال فانكشنز. الهايبوثالاموس ده يعني يتحكم في الفود اكتيفيتي وفي السليب وسيمباثيتك وباراسيمباثيتك، ده المايسترو بتاع الفسيولوجي بتاع جسمنا كله. من ضمن الاوركستريشن اللي بيعمله السليب، الهايبوثالاموس دون في مفاتيح كل حاجة، كل وظائف جسمنا. عشان كده يسموها ايه السوبراكايزماتيك نيوكليس بتاعت الهايبوثالاموس دي، يسموها البيولوجيكال كلوك، الساعة البيولوجية دي. بتبعت في حتة كده اسمها ريتيكولار فورميشن اللي هي حوالين الاكويدكت اللي في البرين ستام، ايه تخليه يعمل راديشن في الثالاموس، والثالاموس يبعت للكورتكس ككل، فايه ده يعمل اليرتنس. سوبراكايزماتيك بقى عايزه تنيمنا، تطفي الريتيكولار فورميشن فيطفي السلامك راديشن فيطفي الكورتكس. خلاص دي اكتف بروسس تحصل كل 24 ساعه. طيب ايه اللي بيعمل كده؟ الميلاتونين، الادينوزين، ولما الايه والهيستامين يقل. عارفين احنا لما ناخد ادويه مضاده للهيستامين، ايه ان الهيستامين يقل في الكورتكس تلاقيك نمت على روحك، عشان كده ادويه الحساسيه بتنيم. طيب ده ايه النون ريم، ازاي السليب بيبتدي؟ طب ازاي نبتدي نحلم؟ وايه اللي بيخلينا نقلب من ريم لنون ريم ومن نون ريم لريم وهكذا؟ السليب ده عامل زي ايه، في مفتاح بيقيد الدريمينج بيفتح الاحلام، وفي مفتاح يطفيها. ايه المفتاح ده؟ ده يا سيدي الريم اون نيورونز. ريم اون نيورونز يعني النيورونز اللي بتسويتش اون، بتفتح موضوع الاحلام ده عشان يحصل. دي ايه نيورونز بتطلع اسيتايل كولين، وفي حاجه اسمها الريم اوف نيورونز اللي هي ايه السيروتونين، بتطلع من الراف نيوكليس. لو الشطار في الاناتومي يعرفوا ايه الراف نيوكليس، دي موجوده في الايه في البرين ستيم. يبقى في ريم اون نيوكليس دي اللي هي بتطلع اسيتايلكولين، وفي ريم اوف نيورونز بتطلع سيروتونين. يبقى لما بناخد سيروتونين، السيروتونين يزيد عندنا ما نعرفش نحلم، لان الريم اوف ايه نيورونز بتطفي الاحلام. السيروتونين يخلينا ما نحلمش، الاسيتايلكولين يخلينا نحلم. خلاص طيب، وقلنا فايده النون ريم فيزيكال ريستوريشن، جسمي يرتاح. انما الريم اللي هو مرحلة الأحلام دي بتريح نفسيا. يبقى أثناء النوم إحنا بنستعيد رونقنا جسديا ونفسيا. وفي تقسيمة تانية بعد كده اللي هي الريم النون ريم، بتتقسم ستيج 1 و 2 و 3 و 4. دي أهميتها إيه؟ عشان إيه كانوا يعني أول دراسات النوم اتعملت على رسم المخ الإي جي. بيحصل إيه أثناء النوم؟ بيحصل slowing of برين ويفز. يعني احنا البرين ويفز في حاجه اسمها البيتا ويفز اللي هي في رسم المخ دي، لما تلاقي بيتا ويفز يعني كهربا ضيقه وموجات صغيره قوي، دي يبقى البرين يا صاحي والرت كده، يا اما نايم وبيحلم. اثناء النوم لقوا ان اثناء الاحلام الاكتيفيتي الالكتريكال اكتيفيتي بتاعت البرين تبقى موجات البرين ضيقه جدا كانك ايه صاحي. لكن في النون ريم اللي هو بتاع الفيزيكال ريستوريشن تلاقي ما حصل سلوينج، وظهر ايه بقى دلتا وثيتا ويفز اللي هي موجات واسعه جدا. تمام. طيب نقطه مهمه عن الدريم، ايه فايده الدريمز؟ قال لك الدريمز دي بتحصل، احنا بنحاول نترجم الايه الستيمولاي اللي حوالينا واحنا نايمين. يعني انت لو جبت واحد نايم وولعت نور كده قدام عينيه وهو نايم هيحلم بحريق.
مثلا قال لك ناس تانية قال لك لا ده ايه بيولوجيكال، قال لك ده نتيجة الدريمز بتحصل نتيجة الايه الريم اوف والريم اون والالكتريسيتي اللي بيحصل لها ايه تسريع في البرين. ففي ناس بتفسرها بجانب بيولوجيكال، في ناس بتفسرها بجانب ايه الانفايرومنت اللي محيطة بينا. في ناس تفسرها قال لك ان احنا مثلا الاناليتيكال ان انت ذكرياتك بتطلع وانت نايم، فايه يحصل سيمبولايزيشن يعني تحلم بحاجات في صورة رموز. وطبعا فرويد المشهور جدا ابدع وكتب مقالات عن الدريمز وتفسير الاحلام، ودي من الحاجات اللي عملت ضجة وشهرته جدا، زي ما قلنا كمان في محاضرة الديفلوبمنتال لما اتكلم عن السايكو سيكشوال ديفلوبمنت وانشهر برضو، قعد يفسر الاحلام وانشهر جدا. طيب في حاجة بقى مهمة جدا نتكلم عنها اللي هي sleep vulnerable groups. يعني ايه sleep vulnerable groups؟ يعني النوم بيختلف حسب ظروف الواحد. يعني البيبيهات الانفانتس بيناموا بالستاشر ساعة، العواجيز الريم بيقل. طب ليه الريم بيقل في الناس العواجيز ما بيعرفوش يحلموا؟ علشان الخلايا بتاعت الريم اون والريم اوف نيورونز بتعجز، زي ما شعرهم بيبيض قدرة البرين انه يشغل الريم ويطفيه بتعجز. الحوامل برضو بيجي لهم ايه هايبرسومنيا، بيناموا كتير، يقولك الحامل بتنام كتير. وكذلك الميديكال يقل للناس المرضى الكبد والكلى عندهم امراض مزمنة وهكذا. كذلك في الأمراض النفسية الاكتئاب، ساعات بعض الناس يجي لها الاكتئاب بالنوم زيادة، في ناس تانية يجي لها الانكزايتي بقلة نوم. الألم كمان البينفول كونديشنز، واحد رجله مجزوعة، واحد عنده التهابات في المفاصل من الوجع ما يعرفش ينام. يبقى في ناس السليب بتاعها بيتأثر نتيجة سنها ظروفها وهكذا. في حاجة بقى كونسبت مهم وكلنا هنلاحظه ايام الامتحانات، سليب ديبت. سليب ده اللي هو دين النوم. يعني ايه؟ يعني البرين بتاعك بيسلفك، انت عايز تسهر انا هسلفك سهرة، هسلفك ساعات تسهر، بس تاني يوم هاخد حقي منك، انا هنام بالستاشر ساعة. يعني انت لو طبقت يوم هتيجي بعد كده ايه البرين بتاعك تاني يوم يقولك لا لحد كده وكفاية، انا جدعنت معاك كفاية، انا عايز التمن ساعات بتوعي والتمن ساعات بتوع الليلة دي كمان. يبقى ايه الثمان ساعات اللي انت طبقتهم البرين هياخدهم تاني يوم 16 ساعة. وكمان في حاجة اسمها sleep deprivation، انت لو بقى مرضتش تريح مخك وتنام ممكن ايه قلة النوم دي تعمل ايه serious mental illness. ان واحد اللي يقعد مثلا 3 4 ايام ما ينامش ممكن يهلوس وحالته تبقى صعبة جدا. ان sleep ده حاجة مهمة جدا. في حاجة اسمها sleep laboratory. يعني ايه sleep laboratory؟ الناس لما بتيجي تدرس امراض النوم بيعملوا رسم مخ ورسم عضلات ورسم قلب أثناء النوم ووظائف تنفس. دي طبعا بتتعمل بس ايه الحالات النادرة للسليب ايه disorders. يبقى ده كله احنا بنتكلم على ايه على الالرتنس الايه الوعي الصحصح. نيجي بقى الاتنشن التركيز. الاتنشن دون بتبقى سيركوتس في البرين هي اللي بتتحكم في الاتنشن. يعني ايه؟ احنا اتكلمنا وقلنا ان احنا عندنا ايه السالاموس ده فوق البرين ستيم. السالاموس ده شخصيه مهمه جدا، ده سكرتير الكورتكس. يعني ايه؟ يعني الكورتكس ده حد مهم، ما فيش كل الستيمولاي تخش على الكورتكس. السالاموس قاعد زي السكرتير اللي الكورتكس عايزه يدخله يقول للسالاموس دخل ده، الستيمولاي اللي الكورتكس مش عايز يدخلها يقول للسالاموس خليها واقفه بره. زي ايه؟ مثلا انت قاعد بتتكلم مع حد في وسط دوشه، فالكورتكس عايز يعمل اتنشن عايز يركز، فيقول صوت صاحبي اللي بيكلمني، الكورتكس يبعت للثالاموس صوت فلان ده بس اللي يطلع لي، بقيه الاصوات الدوشه اللي في المدرج تعمل لها بلوك يا ثالاموس. ثالاموس يقول له حاضر من عينيا. وبالتالي انت لما صاحبك يكلمك في وسط المدرج وسط الدوشه تلاقيك مركز مع صاحبك ومطنش كل الاصوات اللي حواليك. مين اللي بيعمل الاتنشن والتركيز ده؟ الثالاموس السكرتير المخلص للايه للكورتكس. طيب ساعات الاتنشن داون ممكن يبقى انفولانتري غصب عنك، لما الحاجه تبقى ملفته تلاقي نفسك عامل اتنشن معاها غصب عنك. ساعات يبقى فولانتري زي ما انت عايز تركز مع صاحبك اللي بيكلمك. في حاجه بقى شويه ايه محددات كده بنقيس بيها لاي مدى اللي قدامنا بيقدر يركز.
اول حاجه الاتنشن سبان، بيقدر يركز قد ايه. شيفتنج اتنشن، بيقدر ينقل تركيزه من حاجه لحاجه قد ايه. يعني انا ممكن واحد مركز مع صاحبه بيكلمه، يجي الدكتور يندهله، يا ابني هو مش مركز مع الدكتور يا حبيبي. يبقى الشيفتنج اتنشن عنده وحش. كذلك ايه الديفايدنج اتنشن؟ ديفايدنج اتنشن يعني ايه؟ يعني ممكن واحد قاعد يرسم ومركز مع الدكتور وهو بيتكلم، بس الدكتور يزعل يقول له انت بترسم، يقول له لا بس حضرتك كنت بتقول كذا وكذا وكذا. يبقى في ناس عندها قدرات يقدر يعمل حاجتين في نفس الوقت، في ناس لا. في ناس بتقدر تشفت من حاجة لحاجة، وفي ناس لا. وفي ناس تقدر تركز لفترة صغيرة بس، لكن ما يقدرش يقعد يركز معاك أكتر من 10 دقايق، ربع ساعة. وده ربع ساعة أو تلت ساعة ده نورمال يعني للناس. طيب لو واحد مش بيقدر يركز لفترة طويلة، داون لما نقيسها كده، ده يبقى غالبا عنده ان اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيف ديس اوردر. عارفين الاطفال اللي عندها قله انتباه وفتره حركه، دول ما يقدرش يركز لفتره طويله. طيب اللي بيعمل شيفتنج اتنشن غصب عنه بسهوله، عيانين المانيا. المانيا اللي هي عكس الاكتئاب، عين الهوس داون، يبقى بيكلمك صباح الخير يا دكتور، يلاقي الممرضه بتزعق لعيان تاني، يروح سايبك وماشي ورايح يقول لها انت بتزعقي للعيان التاني ليه، ولا كانه كان واقف بيتكلم معاك. يبقى عمل شيفتنج اتنشن غصب عنه. في ديفايدنج اتنشن يعني ايه؟ يعني يعمل كذا تاسك في نفس الوقت. الناس القلوقه ما تقدرش تعمل كده. القلوق بيبقى عايز حاجه واحده بس يعملها ويقولك ايه ما تكلمنيش دلوقتي انا مركز. يبقى ايه؟ يبقى هو مش عايز اي ديستراكشن، ما يقدرش. كل ما الواحد يبقى اعصابه هاديه ممكن يعمل حاجتين في نفس الوقت، كل ما الواحد يبقى على اعصابه ما يقدرش يعمل حكاية دي. دي حاجات مهمة، الـ ADH والمانيا والانكزايتي دي مهمة، وبتيجي ايه MCQ. تمام. طيب ايه الفاكتورز اللي بتأثر على الاتنشن؟ نفس الطريقة بتاعت الفاكتورز اللي بتأثر على الالرتنس، الفيزيكال والايموشنال والمنتال ستيت. بس هنا بقى بيدخل حاجة مهمة جدا، ستيمولس. في 5 حاجات بيخلوا الستيمولس ده يشد الانتباه، والناس بتوع الاعلانات بيلعبوا قوي على الحتة دي. اللي هي ايه؟ يعمل يبقى يونيك، يبقى الاعلان كله لونه مثلا ازرق، والحاجه اللي هو المنتج اللي بيعلن عليه يعمله بلون احمر او بلون ايه عكس الباك جراوند، يبقى فيه كونتراست. كمان يبقى فيه تنوع، كل ما الاعلان فيه الوان كتيره كل ما بيشد عين المتفرج. الالوان الزاهيه برايت، يبقى كذا لون وفاقعين ومتناقضين مع بعض ومتغيرين. يعني يجيب لك دايما فيها اعلانات كده، يجيب لك كان زيت بيبسي مثلا عماله تلف، يعمل لك مجسم ويلففه لك. عارفين الاعلانات اللي فوق الكوبري تبقى حاجات بالشكل ده، وفريكوينت ان هو ايه بتلف بسرعه. عارفين الاعلانات اللي هي بتقيد وتطفي. يبقى في 5 حاجات: يونيك، فاريبل، انتنس، تشينجبل، فريكوينت. تمام. طيب خلاص، يبقى ايه؟ تعالوا كده، في الصور دي بتبين لك ايه انهي صورة اللي بتشد الانتباه، الابيض واسود ولا الالوانها فاقعة والالوان اللي عكس بعضها وهكذا. طيب يبقى احنا اتكلمنا على الاتنشن، اتكلمنا على الالرتنس، نتكلم بقى على الميموري. الميموري انواع، والميموري البرين كله بيبقى انفولفد فيها، بس اهم ما فيها التيمبورال لوب. الميموري مراحل: انكودينج، ان انا ادخل داتا، وبعدين ريجستريشن، ان الداتا اللي حصل لها ادخال دي، عارفين زي الروم والرام. الرام اللي هي الذاكره الخفيفه بتاعه الكمبيوتر اللي لو الكهرباء فصلت تتمسح. الريجستريشن بقى انك تسيف. ريجستريشن يعني تفرق ايه؟ هنقول حالا تفرق ايه. ان في حاجات بتبقى سيركوتس، يعني انت عمال تكرر السيركوت في البرين كهربا، لكن الريجستريشن انها تتحول لايه؟ لسينابسز بتتكون. يعني الميموري ان البرين يبتدي يتنسج في سينابس هنا يسموها الميموري نتوركس في البرين. يعني مثلا في نيورون مسؤول مثلا عن الطالب محمد احمد، وبعدين في نيورون مسؤول عن سنه مثلا سنه اولى، فابتدي يبقى البرين بتاعي عمال يعمل ايه نتوركس، يحصل سينابس ما بين نيورون ده مع نيورون ده.
فانا لما اقابل محمد احمد اقول اه ده اللي عندي في سنه اولى. سنه اولى فين؟ يروح عامل ساينابس ثالثه طب حلوان. يبقى ايه؟ يبقى ميموري نتوركس دي حاجه معجزه جدا في ايه؟ في ذهني. الريتريفال هو الريمبرنج، ان انا اشوف مثلا محمد احمد افتكر ده في سنه اولى طب حلوان. يبقى ايه التلاتة؟ ايه يبقى دي نتورك ايه جابت بعضها. طيب الانكودينج ساعات ما يتعملش حلو في الناس العواجيز، عشان كده الناس العواجيز يفتكروا حاجات من زمان قوي بعمل لها ريجستريشن، لكن الحاجات الجديدة ما يفتكرش هو فطر ولا لا، حط النضارة فين، حط المصحف فين، ما يبقاش قادر يعرف. طيب الريجستريشن بقى اللي هو التسييف، احنا بناخد وقت عشان نسيف المعلومات، نحولها من الكتريك سيركويت لايه؟ لسينابس اتكونت. لو الواحد جاله هيد تروما او خد مهدئات ناركوتكس او الكحول او كده، السيركويت تبوظ وما يحصلش تكوين السينابس، تبقى عامل زي ما تكون فصلت الكمبيوتر قبل ما تسيف اللي انت كتبته. يبقى الهيد تروما والناركوتكس دي اللي هي ايه؟ بتعمل اعاقه للريجستريشن. فالواحد عمل انكودنج بس ما لحقش يعمل ريجستريشن. طيب في حاجات بقى تعمل مشكله في الريتريفل، يعني الواحد المعلومه جوه دماغه بس هو مش عايز يفتكرها. ساعات مثلا زي ايه؟ حوادث القتل، حاجات التروماتيك، حوادث الريب، تلاقي الفرونتال لوب اللي هو الواحد بيفكر بيه الذكرى دي مؤلمه جدا، فالفرونتال لوب يبعت للتمبورال لوب يعمل بلوك لاي حاجه ليها علاقه بالميموري نتورك بتاعه جريمه القتل، فيعمل لها بلوك، ينزل عليها جابا مش عايز افتكرها. فالمعلومه متخزنه في التمبورال بس الفرونتال مش سامح لها تجيله. يسموها ديسوشيتيف ديس اوردر، اضطراب انشقاقي. زي العيان يجي مثلا الضابط يساله شكل القاتل ايه؟ مش فاكر. يا سيدي ساعدنا عشان نقدر نقبض، مش فاكر حتى جريمة القتل شو حصلت ازاي. يبقى ايه؟ يبقى الراجل ده الشاهد ده مش بيستعبط، الشاهد ده ايه؟ عنده dissociative disorder. تمام. طيب يبقى ايه؟ يبقى احنا خدنا ادي اول cognitive function alertness، تاني cognitive function اللي هي attention، تالت واحدة الميموري، رابع cognitive function perception. البرسبشن بقى ايه قصته؟ البرسبشن اللي هو ايه؟ ان الواحد يلقط ستيمولاي والستيمولاي دي تتجمع مع بعض في صورة حاجة في نفس الموداليتي، يعني مثلا اشكال هندسية والوان اتجمعوا مع بعض، المثلث الاحمر يبقى بقى فيه شكل هندسي مثلث ولونه احمر، يبقى الشكل الهندسي الاحمر ده بقى اسمه بيرسبت. يبقى البرسبت هو مجموعة من الستيمولاي في نفس الموداليتي اللي هي الفيجن. طيب في مثلا صوت حاد وعالي، يبقى ايه؟ يبقى ده برسبت بس في الايه؟ في الهيرينج موداليتي، وهكذا. طيب البرسبتس دي لما تتجمع مع بعض تعمل حاجة اسمها الكونسبت. يبقى انا عندي ستيمولس اللي هو شكل مثلث او لون احمر، طب اتجمعوا مع بعض في البرين بقى شكل مثلث احمر، ده اسمه بيرسبت. طب المثلث الاحمر ده ارتبط بصوت اللي هو بيتنطق ويقول مثلث احمر، يبقى ايه؟ ابتدى يبقى فيه ايه؟ كونسبت، لما ربط كذا موداليتي مع بعض. طيب يبقى ايه؟ يبقى البيرسبشن هي ايه؟ البيرسبشن بيحصل فين؟ في الكورتيكال اسوشيشن ارياز. انت عندنا كده البرين، لو تفتكروا الاناتومي والفسيولوجي، في اريا 3 و1 و2 دول بتوع الاحساس في الجسم، وفي اريا 42 و22 و41 ده بتاعت السمع، والفيجن اريا 17 و18 و19 ده بتاعت البصر. لما اشوف دايره حمراء والناس بتسميها تفاحه وابتديت انا المسها واحسها ناعمه، ابتديت اكون كونسبت دي حاجه اسمها تفاحه بتتاكل. يبقى دون ابتدى البرسبتس، برسبت بتاع السمع والبرسبت بتاع البصر والبرسبت بتاع اللمس ايه؟ يرتبط، والبرسبت بتاع التذوق ان دي ايه؟ تفاح. عملنا كونسبت ان التفاحة ليها كونسبت غير البرتقانة مثلا.
يبقى البرين بيتعلم كده. البرسبشن مراحل. يعني ايه مراحل؟ اول حاجة لازم الاوبجكت اللي انت بتعمله برسبشن ده سيجريجيشن، يعني تفصله عن الباك جراوند بتاع الانفايرمنت، يعني تكتشف انه حاجة مستقلة عن الانفايرمنت. عارفين العصفور الكناري اللي لونه اخضر لون ورق الشجر اللي هو عايش فيه، فهو بيستخبى منك، انت مش قادر تعمل له سيجريجيشن من الانفايرمنت. لكن لو قدرت تعمل له سيجريجيشن، لمحته كده، يبقى انت ابتديت تعمل له بيرسبشن. لوكاليزيشن، تعرف هو فين، في فين، على شمالك على يمينك، وات سو ايفر. كذلك برضو بالودن، ممكن انت تسمع صوت تبقى عرفت ان الصوت ده مختلف عن بقية الاصوات اللي حواليك، وبعدين جاي لك من ناحية اليمين ولا من ناحية الشمال، ولا جاي من ورا دماغك ولا جاي من وشك، يبقى ابتديت تعمل له لوكاليزيشن. وبعدين تبتدي تحدد الصوت ده بيقرب ولا بيبعد ولا ثابت. لو الصوت ده عمال يعلى، يبقى جايز الصوت ده بيقرب، زي ما انت تبقى سايق وتسمع صوت كده الموتوسيكل عمال الصوت يعلى يعلى، بتحس ان الموتوسيكل ده بيقرب من عربيتك. يبقى ايه الموشن ديترمينيشن؟ يبقى حددت مكانه، حددته بيتحرك ناحيتي ولا بعيد عني ولا ايه. طيب نفس الطريقة، ايه العوامل اللي بتتحكم في قدرتنا على البرسبشن؟ قالك البني ادم نفسه، الفيزيكال والايموشنال والمنتال ستيت، ودي بنسميها ايه؟ التوب داون بروسيسنج. يعني ايه توب داون بروسيسنج؟ توب يعني البرين، داون لحد الستيمولس، يعني انت بتشوف الحاجة اللي انت بتدور عليها، مش بتشوف اي حاجة والسلام. لا، مثلا انت بتدور على قلمك الازرق، فيبتدي البرين يبقى فيجيلنت جدا لاي شيء رفيع وطويل ولونه ازرق. فايه؟ حتى لو فتلة زرقة تلاقيها لفتت نظرك اكتر من اي حاجه تانية. يبقى ايه التوب داون بروسيسنج؟ ان البرين بيبرسيف اللي انت بتدور عليه. تاني حاجه البوتوم اب بروسيسنج. بوتوم اب بروسيسنج يعني ايه؟ يعني الستيمولس اللي هو في البوتوم وبيطلع اب للبرين. بيطلع له ازاي بقى؟ ان لو الستيمولس دون ايه، في يعني في فاكتورز بتخليه ايه، ياثر على قدرتنا على ادراكه. زي ايه؟ اول حاجه من ضمن الامثله على التوب داون، في صوره كده الفيل. الفيل ده انت يتهيأ لك ان هو صوره فيل عاديه، لما تيجي تبص لرجليه تلاقي رجليه معموله غلط، بس انت الاول وهله مش تاخد بالك. ليه؟ لان البرين ابتدى يلمح شكل فيل، عمل ايه توب داون بروسيسنج، قال ده شكل فيل، ما كملش وما استناش يدقق ويكتشف ان رجليه مرسومه غلط. من ضمن الحاجات مثلا اللي بنعملها ده بنسميه جيشتلت بيرسبشن. جيشتلت يعني شمولي، بشكل اللي هو بتجيبها بالوايم كده، بتشوف الحاجة بالوايم، وده بيساعد في خداع البصر. طيب في حاجة اسمها الاوبجكت جروبينج. الاوبجكت جروبينج اللي هو ايه؟ في تلات دوائر وكل دايرة متاخد منها مثلث، يديك انطباع ان في نجمة مستخبية وسط الابيض. الاوبجكت جروبينج ان الحاجات اللي شبه بعض والسيميلر والسيمتريكال، البرين متبرمج انه يشوفهم على بعض، زي موضوع النجم الخمس مثلثات اللي يتهيأ لك ان هم اطراف نجم. في بعد كده اللي هي ايه، النسبية. يعني مثلا في رسمة كده دايرتين، الحاجة اسمها الريلاتيف سايز، في دايرتين قد بعض بس في واحدة حواليها دوائر أصغر منها، فتبان أكبر من الدايرة اللي قدها في الحقيقة، بس حواليها دوائر أكبر منها فمبينها صغيرة. يبقى وجود الدوائر الصغيرة حوالين الدايرة قدها حجم أكبر من حجمها، والتانية الدايرة اللي في نفس حجمها بالظبط، وجود دوائر كبيرة أكبر منها حواليها قدها إيه، انطباع إن هي أصغر من حجمها، من حجمها الحقيقي. نفس الشيء الخط ده طول الخط ده، بس ايه، بس الاسهم ادتك انطباع انه ايه اطول، ان الاسهم بقى جاي عليه اطول من الاسهم بعد عنه. طيب كمان الباينوكيولار فيجن اللي هو ايه، المنظور. الناس اللي امتحنت عماره في الثانويه العامه، في حاجه اسمها المنظور، ان انت بتعمل نقطتين كده في الهورايزن، في حاجه اسمها الهورايزن لاين، خط الافق، وعينتينك بتبقى موجهة عليه،
عشان انت تقدر ترسم رسمة على الورق وتديها عمق، فدون يعمل دبس على الورقة. ده ايه اللي هو يسموه الباينوكيولار فيجن. احنا ليه لينا عينتين؟ عشان نشوف عمق، نشوف البعد الثالث، عمق الامور، الاشياء. في بقى برضو ظاهرة مرتبطة بالبرسبشن اللي هي الكونستانسي اند تشينج. دي المفروض صورة اللمض، عارفين انتوا اللمض بتاعة الافراح اللي هي بتقيد وتطفي، او لمض الاعلانات اللي هي ايه، يقيد ويطفو بالترتيب، فيديك احساس ان في شرارة كهربائية ماشية ايه بين اللمض. الحركة دي بيسموها ايه، ستروبوسكوبيك موشن. ستروبوسكوبيك يعني ان ترتيب انك تقيد وتطفي بيوهمك ان في ضوء بيتحرك. هو الضوء مش بيتحرك، هي اجزاء عماله تقيد وتطفي بترتيب معين. دي اسمها الستروبوسكوبيك موشن. في حاجه اسمها الانديوسد موشن. يعني ايه انديوسد موشن؟ انديوسد موشن يعني انت مثلا واقف في الاشاره، ففي اتوبيس جه واقف جنب عربيتك، فالاتوبيس بيتحرك، بس الاتوبيس كبير قوي، فانت يتهيألك ان عربيتك هي اللي ايه بتتحرك. حتى انت تلاقي روحك اتخضيت، العربيه بتزحلق ولا ايه، وبعدين تلاقي الاتوبيس هو اللي بيتحرك بشويش في الاشاره جنب. طب ده معناه ايه؟ يعني لما بيبقى فيه جسم كبير زي الاتوبيس بيتحرك وجنبه جسم صغير زي العربيه، لما الجسم الكبير ده يتحرك انت تتوهم ان ايه الجسم الصغير اللي ثابت في مكانه هو اللي بيتحرك. ده بيسموها induced motion، يعني انت بتinduce او بتوهم الجسم الصغير انه بيتحرك اللي هو العربية، مع ان ده مش حقيقي. دي بتحصل كتير قوي لما ايه السحاب يتحرك قدام القمر، فانت يتهيأ لك ايه ان القمر بيسابق السحاب. دي برضو بتبقى خداع ايه بصر. يبقى احنا اتكلمنا alertness, attention, memory, perception، واتكلمنا فتحنا في البرسبشن كده، قلنا ايه ستيمولس، الستيمولاي تتجمع تعمل برسبت، والبرسبت يعمل كونسبت. او الكونسبت ده بقى هو حجر الاساس او الطوبة اللي بتبني بيها التفكير، الوحدة التفكير هي الكونسبت. يبقى خامس كوجنيتيف فانكشن الثينكينج، التفكير، عملية التفكير، ازاي الانسان بيفكر. لازم يكون كونسبت. تكوين الكونسبت يحتاج لانجوج، يعني انت لازم عشان تفهم ان دي تفاحة لازم يبقى عندك لغة بتسمي الحاجة دي تفاح. والكونسبت خلاص انا عرفت ان الكورة الحمراء الناعمة اللي ريحتها كذا وطعمها كذا وبتتاكل دي اسمها تفاح. طيب نبتدي نعمل اتريبيوتس. اتريبيوتس يعني بروبرتيز، ايه خصائص هذه التفاحة اللي يبتدي بقى ايه اربط. اولا ايه، ان انا كنت مبسوط لما باكلها فاحب التفاح، وان هي زيها زي بقيه الفاكهه، يبقى ابتدي اعملها اتريبيوتس صفاتها. تمام. وي كومبير كونسبتس اكوردنج تو اتريبيوتس. يعني ايه؟ يعني انت الاتريبيوت بتاعها دي بتتاكل، صفات من صفاتها بتاعي، يبقى هحطها في كاتيجوري الاكل، وهكذا. طب ايه اهميه ان انا اعمل اتريبيوت للكونسبت؟ ان انا اقدر اعمل جادجمنت. يعني لو حطيت التفاحه على ان هي فاكهه حاجه ممكن تتاكل، يبقى لما اشوفها هقدر اخد ديسيجن ان ايه اكلها. ونعمل بروبلم سولفينج. بروبلم سولفينج يعني ايه؟ يعني انت عارف انها فاكهه وانت خايف انها تعفن، فتروح تاخدها حاططها في الثلاجه، يبقى انت ايه عملت بروبلم سولفينج. يبقى القرارات، صناعه القرارات وحل المشكلات مرتبط بالمفاهيم. انت لاي مدى عندك كونسبت في دماغك، والكونسبت ده مرتبط باتريبيوتس قد ايه. كل ما مخك يبقى عنده القدره انه يخلق اتريبيوتس كتيره، كل ما انت تبقى بني ادم تفكيرك كرييتيف. يعني مثلا واحد القلم قدم طول، بس انا ممكن اقفل بيه الترباس لو الترباس اتكسر، احشره مكان ايه العصايه بتاعت الترباس. يبقى انت عملت اتريبيوت ان ده حاجه شكلها اسطواني ممكن تحل محل اي جسم اسطواني. كل ما البرين بيقدر يربط اتريبيوتس بالكونسبتس، كل ما انت بتبقى بشخص كريتيف. طيب يعني ايه بروبلم سولفينج؟ بروبلم يعني الاول، بروبلم مشكله، يعني جاب ما بين اللي انت عايزه وما بين اللي بايه اللي موجود قدامك في الواقع.
انا عايزه اقفل الباب بالترباس، بس الترباس مكسور، اللي هي الحته الحديده اللي بتخش الترباس دي ما مش موجود، دي بروبلم. انا عايزه اقفل الباب ده الوش، والواقع ان مفيش ايه عصايه للترباس تقفل، يبقى ده بروبلم. السولوشن هي انك تقلل الجاب ما بين اللي انت عايزه واللي الواقع بيفرضه عليك. انا عايزه اقفل الباب بس الواقع بيفرض عليا ان الترباس مكسور، حاجه من الاتنين، يا هتقبل ان الباب مش هيتقفل وده يبقى حل المشكله عشان اهدى، يا اما هجيب قلم جاف واحشره في المجرى بتاعه الترباس، وبقى كده عملت بروبلم سولفينج. وده فيري كرييتيف، مثلا ان انت ايه عندك جادجمنت ان القلم ممكن يستخدم كعصايه للترباس، صحيح مش قوي وبلاستيك ويتكسر، بس ايه قوي ايه يسند الباب. طيب الثينكينج درجات، في حاجه اسمها البرايمري ثينكينج وكريتيكال ثينكينج وبارالل ثينكينج. بارالل ثينكينج تفكير موازي بره الصندوق، كرييتيف ثينكينج اللي هو هيوريستيك. هيوريستيك يعني ايه؟ يعني حاجه كده ايه يعني مش بتقعد ترتب وتفكر، مش بتعمله واحد اتنين، لا هي بتيجي الهام كده، انفنتيف، حاجه ابداع. الكريتيكال ثينكينج تفكير اللوجيكال اللي هو ايه، ان انت تعمل بروبلم سولفينج وبيعمل الجوريزم. يعني ايه الجوريزم؟ يعني ان انت تيجي تجرب كل الاجسام الاسطوانيه اللي في الاوضه ايهما اصلح لألفر الترباس، فتقعد تجرب، اجيب القلم، طب اجيب سلكت السنان، طب اجيب طرف المفتاح، ايه انسب اوبجكت اقدر اقفل بيه الباب، اقعد اجرب واقارن مين الافضل مين الاقوى مين اللي هيضمن ان الباب يتقفل وهكذا. يبقى دي حاجة نمكية ومنظمة جدا، الكمبيوترات كلها بتشتغل بالالجوريزم، انما البني ادمين بيتفوقوا على الكمبيوتر بالكرييتيف ثينكينج الهيوريستيك ثينكينج. برايمري ثينكينج بقى ده حاجة بريئة جدا للاطفال، انا هلمس الترباس بالعصاية السحرية يتقفل، يبقى ده الايماجيناتيف او البلاي او الداي دريمينج. تمام، يبقى ايه ده درجات. البرايمري ثينكينج مقبول في الاطفال، لكن بعد لما نكبر بقى يبقى عندنا كريتيكال ثينكينج، ده على الاقل بقى في سن المراهقه او حتى قبل كده. طيب مين المسؤول عن الثينكينج؟ الكونكشنز ما بين الفرونتال بارايتال والتمبورال ايه لوب. هل الثينكينج بيعيا؟ اه الثينكينج بيعيا، بيبقى فيه ايه لما بنيجي نعمل كومنت على الثينكينج، بنعمل كومنت على الكونتنت والبروسيس، هي اسمها الثينكينج بروسيس، الافكار مترابطه ولا لا، وبعدين الكونتنت ايه محتوى الافكار، ايه اللي شاغل تفكير الشخص اللي قدامي. ده الدكتور لما يجي يكشف، الدكتور النفسي يجي يكشف على تفكير المريض، شوف التفكير مترابط، البروسيس كويسه، اطار التفكير سليم، وبعدين يبتدي يكشف على محتوى التفكير سليم ولا لا، لان ساعات بيبقى كونتنت مليان ديلوجنز، ديلوجن اللي هي ضلالات، افكار وهميه، انا رجل الفضاء، انا جاي من كوكب تاني، يبقى هو بيكلمك وبيحكي لك قصص بس كلها قصص وهميه. تمام، يبقى ايه؟ طيب زي ما قلنا الثينكينج مرتبط باللانجوج، اللانجوج احنا عندنا نوعين من اللانجوج، مكتوبه مقروءه منطوقه مسموعه، وفي ايه كذا كونسبت، حاجه اسمها الفونيم، فونيم فون يعني صوت، فونيم سبوكن ووردز الاصوات، مورفيم مورفولوجي يعني شكل، يعني ريتم الرسمه، يعني مثلا لما نقول اي ده صوت، ده ايه الفونيم بتاع الحرف، لما تيجي ترسمه كده على شكل حرف اي ده المورفيم بتاع الحرف. سيمانتكس يعني معاني، سينتاكس يعني سياق او جرامر، الجرامر اللي النحو صح ولا غلط، وبعدين البراجماتكس اللي هي البلاغه بقى، المحتوى نفسه بتاع الفقره كلها. في اتنين اتكلموا على اللغه، سكينر قال لك ان اللغه بتيجي بالتعلم، انت الطفل بيشوف باباه ومامته بيتكلموا بيجرب يتكلم زيهم، لكن في واحد اسمه شومسكي قال لك لا، اللغه دي حاجه كريتيكال، لو الطفل ما تعلمهاش تحت سن معين مش هيعرف يتكلم تاني. الاطفال اللي عارفين في قصة فتى الادغال
اللي هو تاه في الغابة والديابة ربوه، ده حد كبر وهو وسط الديابة، فهو ما بيفهمش لغة البشر وخلاص كبر، ما ينفعش نقدر نعلمه اللغة. مش البرين في حاجة اسمها الكريتيكال فيز اوف ديفلوبمنت، يعني يتعلم دلوقتي مش يتعلم خلاص. عشان كده دايما نقول للأمهات الأطفال اللي عندهم ضعف سمع لازم يتعالج بدري، ولازم الطفل ياخد جلسات تخاطب قبل سن 10 سنين، لأن إيه لو ملحقناهوش ممكن ما نعرفش نعلمه يتكلم. المايلستونز قالك يعني إيه مايلستونز بقى، اللي هو إيه إم إزاي أعرف إن الطفل ده اللغة بتنمو عنده بشكل طبيعي. عند أول سنة، في أول سنة بيقعد يغاغي كده ويناغي ويعمل أصوات، من سنة لسنتين لا على الأقل ينطق 25 كلمة، من سنتين لثلاث سنين يعمل جملة من كلمتين، بعدين من 4 سنين يبتدي بقى يتكلم. لو تأخر عن كده المفروض ايه جديا نفكر نشوف ايه تخاطب. لما تلاقي طفل مش عارف يتكلم تكشف على ودانه لا يكون عنده مشكلة في السمع، وتاخد الاوديتوري باثوي من الودن للاوديتوري باثوي للكورتكس للفيرنكس اريا. فيرنكس اريا دي برضو مهمة، دي اللي هي الجزء اللي هو ايه منطقة اللي هي الاسوشيتيف ارياز بتاعت البصر والسمع والاحساس بتتجمع فيها، ودي اهم حتة في البرين اللي البرين بيكون بيها الكونسنس. وفي البروكاز اريا، بروكاز اريا ده الجزء اللي بيعمل بروجرامينج للكلام، واكزنر اريا الجزء اللي بيعمل بروجرامينج للكتابة، اللي يبرمج الايد هتتحرك ازاي عشان تكتب، وبروكا بتبرمج اللسان هيتحرك ازاي عشان نتكلم والشفايف قد كده. ده بيبقى شغل راقي جدا في البرين فوق ما اي حد يتخيل. ونطمن الطفل ده مش بيتكلم، ما عندوش مشكلة في اللسان، ما عندوش مشكلة في العصب بتاع اللسان، يبقى بناخد السمع من ودنه للسانه، بنمر بكل الجهاز العصبي. دي في طبعا سؤال اسئلة مهمة بس تبقى اسئلة الدكتوراه، ليه بديسكاس ديليد لانجويج ديفلوبمنت، نكشف عليه ازاي. واحدة من الحاجات المهمة نعمل له اي كيو، نتأكد ان ما عندوش اوتيزم، اوتيزم اللي هو الذاتوية او اللي شائعا بالخطأ بيسموه التوحد. كمان في اطفال بيبقوا خوافين، يعني هو يجي قدام الضيوف ما يفتحش بق، انما في البيت يرغي الماما ويدوشها، يبقى ايه ده برضو ايه من الحاجات اللي نحطها ايه في ذهننا. نيجي نتكلمنا عن الثينكينج واللانجوج، طبعا ما نقدرش ما نتكلمش عن الاي كيو. يعني ايه اي كيو؟ يعني الانتليجنس كوشنت، معامل الذكاء، بيقيسوا ذكاء البني ادم. طب يعني ايه ذكاء؟ ذكاء هي القدره على التعلم والتاقلم، كل ما بتتعلم اسرع كل ما بتبقى ذكي. وكان في واحد اسمه سبيرمان عمل معامل اللي هو معامل الذكاء اللي هو ايه جنرال فاكتور، جي فاكتور، معامل الذكاء العام. في واحد اسمه ستان قاس الاي كيو، قالك المنتال ايج على الكرونولوجيكال ايج في 100. يعني ايه الكلام؟ يعني المنتال ايج طفل بيقدر، هو طفل عنده 10 سنين بيقدر يحل مسائل بيحلهاش غير اطفال عندهم 13 سنة، يبقى هو المنتال ايج بتاعه 13 والكرونولوجيكال 10، يبقى 13 على 10 في 100 يبقى ايه؟ يبقى ذكائه 130. طيب طفل عنده 10 سنين ما بيقدرش يحل مسائل غير اللي عنده 7 سنين يقدر عليها، يبقى هو المنتال ايج 7 سنين لكن الكرونولوجيكال ايج في شهادة الميلاد 10 سنين، يبقى 7 على 10 في 100 يبقى الولد ده الاي كيو بتاعه 70. من الاي كيو، من حسبه الاي كيو معامل الذكاء دي، نقدر نحسب الناس دي ذكيه لاي مدى، والناس اتقسمت زي ما قلنا ايه لايه درجات. يعني هنلاقي مثلا غالبيه العظمى بتاعت الناس الاي كيو بتاعهم من 70 ل 130، واللي غالبيه العظمى اكتر من ايه من 95 ل 115. في ناس بقى عبقرة فوق 130، دول حبة قليلين قوي. وفي ناس عندهم ايه learning disability، صعوبات تعلم، دول اللي هم اقل من 70. خلاص؟
احنا بنقيس الذكاء. طيب 70% من العوامل الوراثية هي اللي بتتحكم في الذكاء، يعني الذكاء 70% منه وراثة، 30% environment. طب حلو، 30% دول يعني ايه؟ يعني لو عندك طفل عنده ذكائه 70%، انت تقدر تقعد تدربه وتعلمه وتحسن فيه، يقوم ايه حالته تتحسن. بس طبعا مفيش حد عنده الصبر انه يقدر يعمل ده الا الامهات اللي هم ذكيات جدا وكويسات جدا، يقدروا يساعدوا ولادهم في القصة دي. هل في تيست ممكن نستخدمه نقيس بيه الذكاء؟ ايوه، امال الارقام اللي احنا بنجيبها دي منين؟ في تيست اسمه ستانفورد بينيه، وفي تيست اسمه ويكسلر انتل. يبقى بس نعرف بينيه وويكسلر، عشان ساعات كتير لما تيجي تشوف معامل الذكاء هتلاقي مثلا ام جايبه لك مقياس الذكاء بتاع ابنها، هتلاقي السايكولوجيست كاتب لك ده انا عملته ببينيه ولا عملته بويكسلر. في بقى كونسبت اجمل واحلى من كده، اللي هو الصورة الملونة، حاجة اسمها الذكاءات المتعددة. يعني ايه؟ يعني الذكاء مش معامل حاجة واحدة بس، لا، في ناس بتبقى gifted في الماثيماتكس، في ناس gifted في الانفايرومنت، في ناس gifted في اللغات، في ناس gifted في ان هم يقدروا يحسوا بمشاعر اللي قدامهم، بيبقوا empathic. في ناس gifted ان هم يعرفوا يعبروا عن مشاعرهم، يقولك intra psychic intelligence. وفي ناس عندهم ذكاء حس روحاني، ذكاء روحاني، هيبقوا ايه جيفتد برضو في ايه. المهم يعني ان هما ايه 9 انواع موجودين في الصورة قدامنا. ده برضو بيوسع مداركنا ويخلينا نحس ايه، ان مش معنى الطفل مثلا مش متفوق في الماث ان دي اخر الدنيا، ممكن يبقى جيفتد في حاجة تانية. وده يتطور ويصور إيه، يعني هيعمل تطور كبير جدا في مفاهيم ايه التعليم، السايكولوجي يطور التعليم جدا. وبكده يبقى خلصنا الكوجنيتيف فانكشنز، اليرتنس، اتنشن، ميموري، بيرسبشن، ثينكينج، لانجويج، وانتليجنس. وشكرا جزيلا.